حاليا واقفين امام جامع الرحمن في سنجار، ما يبث من دعايات مغرضة واشاعات حول الاعتداء على جامع الرحمن ليس لها اي اساس من الصحة. بيشبه هو ما يعني اكثر من 10 اغتصبوني، وحصل لحد الان ابوي اخوي كلهم مغتوبين، ما مصيرهم مجهول. يعني ما اوكي لو مشتبه 10% اخذ اليوم، مو 100%، لو 1% 50% هو. حول عودة أهالي سنجار، أي مكون يرغب العودة إلى سنجار وليس له يد بالاعتداء على الشعب اليزيدي، شعب اليزيدي وأهل سنجار، وليس له يد في الاعتداء على شرف اليزيدية، فنحن ما ليس لنا أي مانع. ولكن بالعكس، اللي عنده يد في بالاعتداء على عرض الانتهاك عرض اليزيدية او شرف سنجاري، احنا كلنا نكون ضده.